الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ويسعد لي مساكم يا حلوين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله صحة وألف هنا على قلبكم وصيام مقبول. اليوم فقت بكير، ضبضبت غرفة القعدة وقلت رح أكنسها، وهيك كان الجو كتير حلو مثل ما شفتوا برا مصورة أنا، فخطر عبالي إنه أروح أتفتل برا، وقلت بدي أروح شوي كمان عند عمتي، وحكيت مع أختي قلت لها بتروحي معي؟ قال بتروح. هون خلصت غرفة القعدة وطفيت الضو، وبعدين سويت كمان غرفة الأولاد وكمان طفيت الضو، يعني الغرف كلها تنضبضبتن وما تركت شي. هون كانت ميرا من غير شر نايمة، فقلت إنه لحتى ميرا تفيق إنه أنا بكون كل شي خلصت، يعني حتى المطبخ كان قايم قاعد. مثل ما قلتلكن هاليومين كنت تعبانة شوي، بس الحمد لله رب العالمين إنه حس اليوم حالي صرت أحسن. وهلا جيت على المطبخ بسرعة كمان أضبضبه، وهي هيك المطبخ كمان كلياته ضبضبته. السلام عليكم. سلايك الشيء سلايك كمان طلعوا علي ايش اليوم اختار علي؟ طلع قصينا من هذا اللزاء. لا 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 تحكي لهم، هلا اذا بدكم تشوفوا ايش كيف سويناها روحوا على فيديو الشورتس. هلا رح انزل على فيردش على فيديو الشورتس. طلع هيك تطلع، هي اللي بحطه في قلبها هيك هيك. بتعرف تحطه في قلبها؟ جليتر نجم بتحطه في قلبها سمكة صغيرة عشان هيك تنطق هيك نكبس عليها. عجب صدقيناها شو بصير؟ بسم الله. اتوقع ما تلطق. لا استنى ما تطق، بتعرف بتنباج باج بس ما بتطق. لا يلا 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 دي واحد اثنين ثلاثة استني ما بتنطق. استنى زبطيها هيك. يا كبير طلع المي وين طارت لهون؟ لك لا طقة ولا طقة بس هيك خلص. هاي تلقى شو؟ هاي تلقى شو؟ إلا إلا طلع منظرة كيوت. ما فيها معي هاتي بدي أجرب تجرب. زتة لأ شوف لعندي زتة. لو هلا طقت بتلصلك الدنيا زتة. هاي تلقى شو؟ خرج تشوف أميرة. والله إذا شافت أميرة لما تعطينا إياها أبداً. أي فيلي أعطي شقت هيك من المساحة له. لا أمي لا تتكاجر. ترى شو ملازقين اللزاء هيك لطبينا ببعضة. ياتي ياتي بقى الغرفة. وإذا عجبتكم روحوا شوفوا كيف مطرك طلع الدنيا الصار هي جأجأ للدنيا بالمي. يلا روح من هون. هاي جبت ميرا وعلوشة. يلا ما شاء الله اليوم الجو كتير حلو. شوب شمس. ميرا ميرا وين تروحي؟ با وهي اول شي وصلت عند اختي. كيفك يا قلب؟ هيا عمري جامسي. يلا اختي سلمي انت سوقت العربية الله يرضى عليكي. انا تعبانة. شكولي عنك هلا طلعوا بس اخلص هاي الطلعة. مش قد هون الاطلالة حلوة تعوشكم يا هاي الاطلالة هيك شايفين ما شاء الله جو بجنن بجنن. دخلتك هون باختصار طريق عرفتي؟ يعني هلا هون ايوه مثل ماما ما بتخلينا نمشي على الشارع العام ابدا. تدخل بحاره وتطلع بحاره. وهي قلت لكم شجره ثانيه كمان فتحه هي مثل جنبي بالمدرسه بروح وبجي بتصبح فيها. ليش عم تقطفي ورده؟ بعطيك اياها يا عمري يا اختي. تعوجكم منين جابتها؟ هي مليان خير الله منها. انا اذا بدي بجيب كل هدول. خلاص قررت انه انا اخذ منك العربية ما رح اعرفك انه انت تطلع بسوريا. انا رح اخذها. تمام تمام. ترى سوينا الشغلة بشوف الجو عندنا اليوم. الجو عجبني متناسق كثير من جو البيت. حبيت اطلع شوي على الشمس هيك اتفتلي شوي. وصلنا ميرا. يا رب يا رب
دقي الباب على عمامي، يلا دقي 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 ريان، دق دق دق، يلا دقي ماما، يلا دقي، يلا يلا بسرعة، يلا يلا دقي، يلا يلا دقي. مالي هيك؟ يلا دقي، يلا تك 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 تك. هلا اكيد كلياتكم بتعرفوا قناة بنت عمتي، فعملت كل هدول الشغلات على القناة معكم وجمعتهم كلياتهم هيك في زاوية البيت، وكتير حبيت منظرهم قلت بدي افرجيكم اياهم انا كلهم فرد هيك يعني شوفي مع بعض. عاملة قرآن صغير، وعاملة هيك مدفع صغنون، وعاملة هون بيت للمصحف ما شاء الله كتير يعني. لكن انا واشي فكرته من خشب، طلع عملتي عامل خشب، ام قالت لي لا انه من الكرتون. احلى شيء عاملة هون قمر ونجمة، الله وكيلكم فكرت انه بوشار مصفصفتان على القمر والنجمة، طلعوا محارم دهنتهم شوية اللهم صل على النبي كأني ذهبي، فصاير لونهم مثل البوشار. هي هون كمان عاملين جامع وكلمة رمضان مبارك كتير حلوة، حبيتها انه لزقينا على الحيط وانا عند الزرعايات ما شاء الله، اللهم صل على النبي كتير منظرهم حلو هون. ميرا او 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 ميرا لك انا بحبك بحبك، لك انا بحبك بحبك بحبك، او شوفي العو، لفي 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 للعو، لفي 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 لفي. كتير حبت ميرا هالحصان للصغنون، بتحطي ايديك في قلبه وبتحركي ايد هيك الايدين ووشه شلون ما بدك بتحركيه. فراحوا جابوا لها كمان هاي الطبلة كمان هنا عاملينها، وميرا قالت دق على الطبلة وتقول مين، بس هون في صوت هيك يعني طلعان، فاضطريت انه انا اخفي الصوت، بس هي كتير عجبتها هاي الطبلة، وهلا هيك رح ارجع على البيت. والله اشبتكم بالكذب، عن جد غيرت جو كانت روحها حلوة. هلا انا حكمت جيتي مع جية يحيى، قلت باخده وبرجع على البيت. هلا رقدت رقد على المطبخ، يلا بدي الحق اسوي اليوم. جاي عبالي اعمل رز وراح اطبخ جنبه هيك بنحط على وشه، بتحبوا تطبخوه معه بازل لفطر لحمه، شوف الدهني هون كمان جهز شغلات للشوربه، بطاطا وجزر وبصل وباجي، حطيت كاستين عدس تقريبا. هلا راح احط البطاطا معش قد لو كانوا كبار، لاني هلا انا بدي اخلطهم بالخلاط ما بأثر. هلا راح احط الجزريات كمان، بصي هلا دخلتهم على يعني اطبخهم بطنجرة الضغط، فهلا بنهمس وهمس. وهي بحط لها بصلة نكهة طيبة بتعطي. هاي مكعب ماجي. هلا بتعرفوا هاي الأكلة بتقدروا انه بعد ما تطبخوا هيك كل شيء تخربطوها مع الرز وتحشوها، بتصير مثل الأوزي، بتطلع كتير طيبة، وتأمروها بالفرن بإذن الله. إذا الله راد انه إذا حسنت رح أسوي لكم إياها بس على شكل الأوزي. هون عندي شوية لوز سلقته بمي سخنة، استنيته ليبرد بعدين قشرته كله. إذا وصلتوا لهون ولسا مالكن حطولي لايك حطولي، وتسلم إيديكم كلياتكم. هلا أنا هون حاطة كاستين ونص رز، وحطيت على النصفة نفس الشي كاستين ورز ونص مي، وحطيت مكعب ماجي ومعلقة سمنة صغيرة ورشة ملح وبس، حركتهم هيك لحتى دابوا وغليت المي، حطيت الرز، حطيت كمان نقطة زيت وحمصت هدول اللوز وحطيت معه عوجة كوهكين، حمصتهم كلياتهم. وهي الشوربة كمان طفيتها أول شي بعد ما غليت وعفتها للطنجرة بردت. إذا بدك الرز يطلع معك طيب ومفلفل ومستوي، بس وقت بيستوي انه ما رأسا تسكبيه طفي عنه وعيفيه مغطى شوي، وبيطلع طعمته ومقطيبه. وهي الشوربة عم ورجيكم اياها كيف استويت على الاخير، والمي كلها غبت العدس، حطيت لها بقدونس ومعلقتين محل ليمون ومعلقة ملح. هلا انا بخاف هون، بس لو عندي مكسر هيك بسرعة هيك بالطنجرة اسهل لي. وهيك بكون خلصت خلطة. شايفين ما شاء الله. وانا بالعاده بسوي كاسه واحده، بس قلت رح اسوي عن اليوم وبكره، لاني والله انه كل يوم اطالع الخلاط خلاص تفرد مره. وانا راجع من عند عمتي فوقفتني صبية وقالت لي أنا من متابعينك وخليلي قلبك، والله كتير فرحت بشوفتها، أبوس قلبها أنا وخليلي قلبكم كلياتكم، والله بتمنى أنه أشوفكم كلياتكم بالصدفة. فأسألتني سؤال، قالت لي بس بدي أسألك سؤال، أنت عن جد بتخلي علي أنه هو يطبخ لك الأكل؟ قلت لا لا خيت ما تصدقي هالحكي، يعني ما كل شي تصدقي بتشوفيه في الكاميرا
قلت لها انا مثلا عم خليه انه يعمل لي لقطه انه اصوره اياها، بس انا اللي عم بكمل وبطبخ. مثلا خليته يسكب لي المعكرونه، بعدوني انا وقفت الكاميرا وانا حركتها، فانا ثلاث ارباع الشغل انه انا عم بشتغله، بس انه عم بعطيه لعلي انه فرصه يساعدني وبعطيه لقطات. لاني الله وكيلكم الاولاد شلون بدي اقول لكم انه بخلوك تعصبي، خصوصي يعني الوقت ضيق وبدك تطبخي وبدك تلحقي تجلي، وهو بدي يعمل هيك وبدي يساوي هيك، وانت بتخافي عليه ليحرق حاله او يعمل شيء. فقلت له انه انا كل شيء عم بساوي، عرفتي بس لقطات. قال ايوه والله، وانا ولادي عم بيقولوا لي ماما صورينا مثل علي انه خلينا نطبخ معك. قالت لي والله جننوني، خلي لي قلبهم والله يحمي لك ياهم يا رب يا عمري. وتحياتي لك، لاني والله وقت شفتك بالطريق يعني الصراحه خجلت شوي انه احكي معك، لاني انا مالي متعوده احكي مع حدا ابدا. انا ما تشوفوني انه هون باخذ وبعطي معكم وبحكي معكم، بس والله انا بالحقيقه انه ما بحكي مع حدا ابدا، عرفتي يعني. حتى اصلا انه باخذ ابني على المدرسه وبجي، ما لا عندي رفيقه لا عندي، ما عندي غير جيراني اللي كنتوا تشوفون انه بروح لعندهم، هدول بعرفهم جيراني هيك يعني البيت مقابل البيت، غير هيك انه مالي متعرفه حدا ابدا. تحياتي لكم كلياتكم، واهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لقناتي جديد، والله لا يحرمني منكم يا رب ولا من تعليقاتكم الحلوه. هلا هون لازم الرز انه كلياته اقبعه بهي البازلا واللحم والفطر، بس ولادي ما بحبوه فحطيت شوي بس بالنص، وحطيت هيك على وش المكسرات. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هلا هون المطبخ كله صار عم بضوي، خلصت طبقت الجلي وحطيت البراد على النار، بفضل اجلي هدول الجليات اشيلهم من هون هيك، اشيلهم هيك هالشيله وحطهم هون هيك، حطهم هيك كلياتهم هون. هيك بكون خلصت المطبخ كلياته، بس هلا ضل ايش ناقص؟ سوي لي كاسة شاي واقعد، يلا اروح احط البراد على النار وارجع لكم. ولهون حبايب كون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله ربي يكون عجبكم. لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتصبحوا على الف خير. ولا تنسوا من اللايك والشير سبسكرايب، ومع السلامة. ماما ايش حد؟ معروف، يلا يلا يلا، ما تقولوا مع السلامة، يلا باي باي، قولي قولي.